معروف أن جمعية بيتي من نهار بدأت عملها وهي كتدافع على حقوق الطفل وكتحاول بكل ما في طاقتها توفر كل الحقوق للأطفال اللي كتشتغل معهم. من بين هذه الحقوق هو الحق في الوصول للمعلومة واستعمال تكنولوجيا المعلومة. وهكذا بفضل شركة دير تمكنت بيتي من تجهيز 3 ديال القاعات خاصة بالمعلوميات بالمقرات ديالها بالبنوصي عين الشوق وسيدي معروف. أكثر من 150 طفل وطفلة كيستفدوا من الدروس الإعلاميات اللي كيقوم بها أستاذ متخصص. بواسطة الإعلاميات كذلك استطاعوا الأطفال باش يصيبوا أفلام كرتونية كتحدث على مشكلهم الاجتماعية وكيواجهوا فيها رسائل الأولياء والمسؤولين. هاد الأفلام كتصاوب بطريقة اسمها أنيميت إيت وهي الطريقة تمكنوا منها مجموعة من المربيين ببيتي بواسطة تكوين خاص شرفت عليه منظمة رعاية الأطفال بسويد في إطار مشروع منارة. هالطريقة كتنقسم لثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى وهي اللي كيتم فيها تحديد أشنو القضية اللي غادي تدور عليها أحداث الفيلم، ثم خلق الشخصيات وكذلك الديكور وبطبيعة الحال الأصوات اللي كترافق المشاهد. هذه العملية كيشرف عليها مربي اللي كيجمع الأطفال وكيخليهم هما اللي كيعصروا أفكارهم وخرجوا كل مشاهد الفيلم وكيكتفي هو غير بتنسيق وتنبيه وتقديم بعض الاقتراحات. اليوم عندنا مشروع ديال فيلم جديد اللي هو الرابع درتو، فيلم ديال رشيد على التعليم، فيلم ديال الخادمة، ومن بعد فيلم مع الأسرة المستقبلة، ومشروع الرابع دابا هذا هو الفيلم على حق الطفل فاش يتعلم هادشي ديال الإعلاميات. إذا شنو الأفكار اللي عندكم باش نبداو هاد الفيلم؟ مثلا الاستاذ اي سول الراجل يعيط على الدري يكون مثلا وراه يقول ليه اجي ولدي جلس حدايا، جلس حدايا، وديك الساعات يبدا يسولو الدري يقول ليه عاد يهضر الدري يقول ليه شنو هو هذا يبدا يشرح. في المرحلة الثانية كيقوموا الأطفال برسم الشخصيات والديكورات وتلوينها ومن بعد تقطيعها وترتيبها على حسب المشاهد. المربي المسؤول على هذه الورشة هو الشخص متمكن وعنده خبرة في الرسم والأعمال اليدوية. بجينا اليوم رسمنا أشجار وطنبيلات ولوناهم وقطعناهم ودرناهم في بيس حركناهم بس نصيبوا فيلم ديال الرسم متحرك. وزين باش بداو لاتولي ديال اليوم؟ شكون يقول لي المشهد الاولاني علاش كيدور؟ السيد المشهد الاولاني يا اسامه؟ كاينين خمسه المشهد الاول من هو السيد، كاين استاذ السيد، كاين في الجردة يتلاقى مع واحد الولد بغى يتقارب من هذاك البيسي عارف شنو هو، هو حس يسمع بهذاك البيسي، يسمع منه آله تيلعبوا فيها، ويقول لي هذه آله تعليميه تتبنى فوائد كثيره. حسن جدا مزيان فهمت. هذا المشهد الاولاني شكون يقول لي المشهد الثاني علاش كيدور؟ اسماء في قاعة الاعلاميات كاين فيها بيتي اطفال بيتي وكاين واحد الاستاذه اللي تتقري داكشي ديال الاعلاميات. حسن جدا دونك شكون المشهد الثالث؟ اسمي غيتلاقى الشاب مع الدري وغيدخلوا لدار صدف اوتوماتيك وغيجلسوا وغيتبعوا واحد الدرس اللي كيهضر على بزاف مواد على البيسي وغتكون معهم الاستاذ اللي كتشرح لهم. حسن جدا حسن. دونك شكون يقول لي دابا المشهد الرابع شنو فيه؟ يوسف المشهد الرابع غيكون على شكل حفله لتوزيع الشهادات، غيكونوا فيه اطفال بيتي ومسؤولين وضيوف. تري بيان يوسف تري بيان. دونك المشهد الاخير شكون يقول لي اش باقي فيه؟ إيمان المشهد الخامس أنقلوا عليه جوج بنود لي ديروا اتفاقية دولية ديال حقوق الطفل حيت عزيز عليا الرسم شاركت في النشاط اللي كيهضر على حقوق الطفل عن طريق رسم متحركة. المرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة اللي كيقوموا فيها الأطفال بزرع الروح في كل هذه الرسومات، وهذا الشيء كيتم بواسطة صندوق من الخشب
فيها جوج ديال البولات وفي الفوق ديالو محطوطه كاميرا مرتبطه باورديناتور. الاورديناتور فيه برنامج خاص كيلتقط الصور على حسب الشكل اللي بغاو الاطفال. من خلال هذه الورشة تعلمنا كيفاش نتكلموا على حقوقنا مثل الحق في المعلومة، وكذلك تعلمنا كيفاش نديروا رسوم متحركة عن طريق الحاسوب. العملية ماشي سهلة حيث كتطلب تركيز كبير وتدقيق في المشاهد قبل ما نقبضوا الصورة بالأورديناتور، زيادة على أنها كتطلب وقت كبير بمعنى ضروري من الصبر. هذا الفيلم اللي خدامين عليه شهادة على لافورماتيك. لافورماتيك هي معلومات تنتعلموا منها بحال تم درست وتتعلموا تقراو فيه وتجبدوا منه بوحوت وتعليم ورسومات وتلوين. اسمح لي نسولك. تفضل اولدي. هذه هي مرحله ما قبل الاخرى، الا ما كانتش هذه المرحله هذه ما يكملش الفيلم. تفضل أولدي. أشنو هذا؟ هذا أورديناتور تقولوا لي بإنجليزي كمبيوتر. ولاش كيصلاح؟ أوه بزاف، راه دابا بلا هذا الأورديناتور حتى حاجة ما تكون هي هذه. ولكن قول لي أولدي، واش ما عمرك ما شفتي أورديناتور؟ لا شفته، ولكن كان تيسحب لي لعبة. شوف، بغيتي تتعلم ليه؟ إيه وريني كيفاش. الله يخليك. لا ماشي هنا وماشي هكذا، أجي معايا. السلام عليكم أستاذة توريا. وعليكم السلام كريم. كي داير الأمور عندك هنا؟ الحمد لله، الوليدات تبارك الله عليهم مسايرين الدروس بكل جد ونشاط. مزيان، اليوم جبت لك واحد الوليد باين عليه الحماس والرغبة، مراد. هذه أستاذة توريا. مرحبا بك ولدي مراد، بغيت أستاذة نعرف كل شيء باش نكون بحال الدراري. كن هاني أولدي، راقع هالدراري كانوا بحال في الأول، بفضل جمعية بيتي ما بقوش أميين في الإعلاميات. ما تنساوش أوليداتي أن في هذا العصر ولات الإعلاميات جد ضرورية في حياتنا اليومية، وباش بلادنا تزدهر وتزيد القدام لازم عليها ما تبقاش بعيدة على تكنولوجيا المعلومات. وانتم النساء والرجال المستقبل، انتم اللي معولة عليكم بلادكم باش تحققوا الازدهار والتقدم، وإحنا في بيتي واعين بهذا الشيء وخدامين عليه. اليوم غادي نشوفو كيفاش يكون عندنا عنوان بريد إلكتروني، وكيفاش نتواصلو عبر هذا البريد مع أصدقائنا وأحبابنا. يلا افتحوا صفحات الإنترنت. السلام عليكم. في الأول كنرحبو بكل ضيوف الكرام. اليوم كنحتفلو بالفوز الأول اللي استفدو من دروس الإعلاميات، واللي غادي نقدموا لهم شواهد وجوائز، واللي كلهم كانوا جد متميزين. ناديو دابا على الطفل مراد. تفضل ولدي، مبروك عليك. المادة 13، أن يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية الطلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود، سواء بالأقوال أو كتابة أو طباعة أو فن أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل. تعتمد الأطراف بالوظيفة العامة التي تؤديها وسائط الإعلام، وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الدول والأطراف بما يلي: أولا، تشجيع وسائط الإعلام على نشر معلومات
والمواد كالمنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقا لروح المادة 29. ثانيا تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية. ثالثا تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. كنكون حصلنا على فيلم كرتوني مصنوع 100% من طرف الأطفال. فشكرا للأطفال المبدعين وشكر جزيل لمنظمة رعاية الأطفال بسويت سيف ديت شيلدرن، وشكر كبير لشركة ديل اللي ساعدت الأطفال باش يستعملوا التكنولوجيا الحديثة من أجل باش يوجهوا رسائلهم للمسؤولين على قضاياهم.